السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الثانوية العامة، دارس اللغة الإسبانية، حلقة جديدة من حلقات اللغة الإسبانية. مع بعض بنستكمل درس 17. طبعا درس 17 كان تحت عنوان كي بوي أسير دي مايور. كي بوي أسير دي مايور، ماذا سوف أكون عندما أكبر؟ طبعا زي ما احنا شايفين بارتي تريس، الجزء الثالث. طيب الجزء التالت ده هناخد فيه ايه؟ زي ما تعودنا هنعرف في اخر الحصة نعمل ايه، بيدير ادار انفورماسيون سوبري لا بروفيسيون، هنقدر نطلب معلومة عن المهنة، نسأل عن المهنة يعني، وندي معلومة عن المهنة ونقول مهنتنا، نسأل عن المهنة ونقول المهنة سواء مهنتي او مهنة غيري. صابر خانيرو النوميرو دو سوستانتيفوس، هنقدر نتعرف على نوع الأسماء. طبعا نومير دي لوس سوستانتيبوس اللي هو المفرد والجمع، ازاي نقدر نجمع الكلمة، ازاي الكلمة الجمع نخليها مفرد، ازاي اتعرف عليها هي جمع ولا مفرد. اكسبريسار انفورماسيون ان البريسنت كون فالور دي فوتور، في عندنا تعبيرات معينة نستخدم فيها المضارع بديل للمستقبل، ايه هي الحالات دي هنشوفها مع بعض. سيتواسيونس، situaciones diarias المواقف اليومية، ايه هي بقى المواقف اللي جاية معانا هنا؟ pedir y dar información sobre la profesión. طبعا المهن زي ما تعرفنا عليها هي عبارة عن مهن، المهنة نفسها ازاي اسأل عن مهنة، ازاي اعبر عن مهنة، وهنا جاية لي على هيئة موقف، ازاي اطلب من شخص اللي انا اعرف مهنته اقول له انت شغال ايه، وزي هو هيرد عليا يقول لي انا مثلا انا طبيب، انا مدرس، انا طالب. يبقى pedir y dar información sobre la profesión، ازاي هطلب او هسأل شخص عن مهنته وازاي الشخص ده هيرد. نشوف مع بعض كده. الاول بنتعرف على المهن اللي معانا او موجودة قصادنا. الشكل اللي قصادنا ده ظهر معانا في الحلقة السابقة، كنا ساعتها بنتكلم عن personalidad اللي هي الشخصية، اللي احنا ساعتها ربطنا ما بين الشخصية والمهنة. يعني مثلا رقم A يقول الليدر اللي هو قائد، صفة القيادة موجودة في المهن اللي قصادنا دي. امبرساريو، قلنا امبرساريو اللي هو زي رجل أعمال، امبرساريو جاية من امبريسا اللي هي المؤسسة، وممكن تتقال على موظف. بروفيسور مدرس، ديريكتور مدير، وممكن تتقال على المخرج. بوليتيكو اللي هو السياسي، الكالدي ممكن اقول عليها عمده وممكن اقول عليها قاضي. ابوغادو حامي، ميليتار رجل عسكري، بوليسيا ضابط شرطه. طبعا المهن دي كلها هتيجي معانا دلوقتي حالا. طيب انا مش فارق بقى معايا المهن دي، انا عايز اللي مكتوب بالخط الاسود التقيل دي اللي هي الصفات، نسترجعها مع بعض والمهن هنشوفها دلوقتي في السلايد اللي بعد. يبقى ليدر يعني قائد، ايه اللي جنبيها كرياتيبو يعني مبدع، ومعاها مجموعه من المهن. تكنيكو، تكنيكو معناها تقني او فني مهاري، معها برضو مجموعة من المهن. افنتوريرو رقم دي، افنتوريرو مغامر ومعها مجموعة من المهن. سوليداريو متعاون او متكافل، شخص تكافلي، شخص متعاون. ريفلكسيبو شخص مفكر، شخص عنده مرونة، ريفلكسيبو. سوفيابلي، سوفيابلي اجتماعي، دي اللي انا قريتها دي وترجمتها هي عبارة عن الصفات لا بيرسوناليداد ومعاها مجموعة من المهن اللي احنا هنشوفها دلوقتي مع بعض. لاس بروفيسيونيس، ادي المهن اللي كانت مكتوبة معانا. لاس بروفيسيونيس امبريساريو، قلنا موظف ممكن تتقال على رجل مؤسسي او رجل اعمال. امبريساريو، بروفيسور، ديريكتور، بوليتيكو، الكالدي، عمدة وممكن تتقال معناه قاضي، الكالدي، أبوغادو،
abogado, militar, militar, policía, policía, rango de soldado. طيب cantante, actor, bailarín, lo راقص, راقص بالي, bailarín, pintor, jardinero, jardinero, peluquero, peluquero, diseñador, diseñador, escritor, escritor. ودي مجموعة من المهن اللي ظهرت معانا من شوية. طيب ايه تاني؟ بويتا، بويتا اللي هو الشاعر، كلمة بويتا ممكن تطلق على الشاعر والشاعرة. أركيتكتو، أركيتكتو، إنجينيرو، إنجينيرو، سينتيفيكو، سينتيفيكو، ميكانيكو، ميكانيكو، إلكتريسيستا، إلكتريسيستا، بيريوديستا، بيريوديستا، أركيولوجو، أركيولوجو، ميديكو، ميديكو، انفيرميرو، انفيرميرو، فيتيريناريو، فيتيريناريو، بومبيرو، بومبيرو، trabajador دي una ONG، ONG طبعا دي حروف رمزية، طبعا trabajador العامل في منظمة تطوعية، دي اختصارها، اللي ONG دي اختصار كلمة منظمة ايه؟ خيرية، ONG. بيولوجو، بيولوجو، مارينيرو، مارينيرو، كل دي مجموعة من الايه؟ من المهن دي مبدئيا، يبقى احنا عرفنا كده مجموعة من المهن last professions. طيب سيكولوجو، نطش البي، سيكولوجو، فيلوسوفو، investigador، سيكولوجو، فيلوسوفو، investigador. تمام، مجموعة المهن دي أنا هعمل بيها إيه؟ لما أجي طبعا هعبر عن مهنتي من خلالها، أو مهنة أبي، مهنة عمي، مهنة أي حد، وهسأل طبعا عن المهن. جيا توريستيكو، جيا توريستيكو، ديبندينتي، ديبندينتي، كوميرسيال، كوميرسيال. احنا قلنا هنسأل ازاي بقى عن المهن، pedir y dar información sobre la profesión. ¿A qué se dedica? الفعل dedicarse اللي هو يتخصص، اللي انا بستخدمه للسؤال عن المهنة. ¿A qué se dedica tu padre؟ يعني فيما يتخصص والدك، والدك بيشتغل ايه؟ ¿A qué se dedica tu padre؟ الله، طب ما انا ممكن اقول ¿Qué trabaja tu padre؟ تمام ماشي، مفيش مشاكل. ¿Qué trabaja tu padre؟ كيف يدرك طبعاً، يبقى ده كده بيطلب بدير انفورماسيون سوبر لا بروفيسيون، كده انا بطلب معلومه عن مهنه والدك. كيف يدرك طبعاً، طب شيل بقى طبعاً، كيف يدرك تو اميجو صاحبك، كيف يدرك تو ارمانو اخوك، كيف يدرك تو تيو عمك، كيف يدرك تو الشخص اللي انت بتسال عليه. كيف يدرك ده سؤال عن المهنه. هنا بقى اداني معلومه عن المهنه. مي بادري اس سينتيفيكو، ابي بيكون عالم. مي بادري اس سينتيفيكو، كده اسمها دار انفورماسيون سوبر لا بروفيسيون، كده اداني معلومه عن مهنه والده، فبيقول لي والدي بيكون سينتيفيكو. مي بادري اس سينتيفيكو، تمام. طيب ايه تاني؟ ا كي سي ديديكا روساريو فلوريس. روساريو فلوريس ده شخصية درسناها، اللي هي مطربة وممثلة أسبانية. يعني أنا هسأل عن أكيسا ديديكا مثلا محمد صلاح اللي هو يطلع لاعب كورة، أكيسا ديديكا نجيب محفوظ اللي هو كاتب،
¿A qué se dedica Ahmed Hilmi اللي هو ممثل وهكذا؟ ¿A qué se dedica هنا روساريو فلوريس؟ فيما تتخصص روساريو فلوريس؟ روساريو فلوريس دي شغالة إيه؟ ¿A qué se dedica؟ دي ثابتة، ده السؤال ثابت. ¿A qué se dedica روساريو فلوريس؟ هي اللي هي روساريو فلوريس هي es una cantante famosa. هي مطربة مشهورة. هي es una cantante famosa. مطربة مشهورة. تمام. ¿A qué se dedica Messi؟ هو أي شخصية يعني. Es futbolista argentino. Es un futbolista argentino. فاكرين القاعدة دي لما كنا بناخدها في درس 15 كنا بنقول اس أداة النكرة أون المهنة فوتبوليستا والصفة هنا أرجنتين. كنا بنحط أداة النكرة اللي هي باللون الأزرق دي لما كنت بذكر المهنة والصفة. طالما في مهنة وصفة ورا بعض أستخدم أداة نكرة إجباري أون أو أونا مذكر أو مؤنث. طب لو ما في صفة خلاص هتشيل أون يبقى اس فوتبوليستا على طول. هتشيل أون وتشيل أرجنتين وتبقى اس فوتبوليستا. يبقى كيس ديكا ميسي اس اون فوتبوليستا ارجنتينو. يبقى كيس ديكا دي ثابته. تمام. الشخص بقى اللي بتسال عليه كيس ديكا محمد. محمد اس مثلا انجينيرو. كيس ديكا ساره. ساره اس بروفيسوره وهكذا. كيس طب انا عايز اسالك انت يبقى اكي تي ديكا. اكي تي ديكا السي هتبقى تي وديديكا هنحط لها اس تبقى ديديكاس. اكيتي ديديكاس يبقى في متخصص انت يعني انت شغال ايه. روح بقى الجزء الجراماتيكال عندنا. الخينر دي للسوستانتيفوس هنتكلم عن المذكر والمؤنث. نوع الاسماء والمذكر والمؤنث. اول قاعده بيقول لي طبعا القاعدة الرئيسية بتاعتنا اللي احنا عارفينها من سنة أولى بيقول لي الكلمة المنتهية بحرف الأو هي مذكر عشان أحولها لمؤنث تحذف الأو ويضاف أ تشيل الأو حط أ مثلا ميديكو بقت ميديكا أرجنتينو أرجنتينا مثلا يعني الأو تبقى دي القاعدة اللي احنا عارفينها. طيب إيه القواعد اللي ظاهرة معانا في الدرس ده؟ بيقول لي لو سوستانتيفوس كي ترمينا الأسماء المنتهية دي الاسم اللي هينتهي بالمقطع ده دور أو تور أو سور هو مذكر. تمام. متى قلنا قبل كده القاعدة اللي الكلمة اللي فاخرها أو إر مذكر يبقى دور أو تور أو سور. بيقول لي بقى لو عايز تحولها مؤنث ضيف لها أ حط لها أ يبقى دور هتبقى دورة وتور تبقى تورة وسور يبقى سور. مقطع كده ياخد أ زي مثلا ايه بروفيسور بروفيسورة دكتورة دكتورة. تمام. جوبرنادور جوبرنادورة. المهم دي او ار او ار كده تاخد ا وتور دي تي او ار تاخد ا والاس او ار تاخد ا دور تور سو. يبقى نحفظ مع بعض اي كلمة في اخرها دور عشان تحولها مؤنث حط لها ا في اخرها تور تاخد مؤنث حط لها ا اخرها صور عايز تحولها مؤنث حط لها اه. تمام. طيب اكزامبل شوف الامثله بتاعت اسكريتور في اخرها ايه اسكريتور اخر ثلاث حروف تور اسكريتور اسكريتورا كاتبه كاتب كاتب انفستيجادور في اخرها دور او انفستيجادور انفستيجادورا بروفيسور بروفيسورا بروفيسور في اخرها صور حطت لها اه. يبقى القاعدة بتقول الكلمة المنتهية بتور أو دور أو صور يضاف لها آه عند التأنيث. اسكريتور اسكريتورا انفستيجادور انفستيجادورا بروفيسور بروفيسورا. تمام. دي أول قاعدة وسهلة وبسيطة ما فيهاش مشكلة. قاعد بقى اللي فيها تفكير واللي هي بتبقى موضع الأسئلة في الامتحان. لو سوستانتيفوس كي ترمينا ان ايستا وانت يقول لك الأسماء المنتهية بالمقطع ايستا او المقطع انت فيها مشكله. مشكلتها ايه؟ بيقول لك اللي هي تمشي مذكر ومؤنث. كلمه في اخرها استا مذكر ومؤنث في اخرها انت مذكر ومؤنث. طب اعمل ايه؟ بيقول لك ساعتها انت هتغير الاداه بس
هتغير، تمشي مذكر ومؤنث عشان تحولها من مذكر لمؤنث، شكلها براحتك، غير الأداة. إزاي يعني؟ شوف مثال خامس، اون كانتانتي، على شمالك دي اون كانتانتي مطرب، اونا كانتانتي مطرب، الكلمة هي هي، كما احنا لسه قايلين كانتانتي في آخرها إيه؟ آخر 4 حروف فيها إيه؟ أنتي. تحولت ليه المؤنث؟ اونا كانتانتي، برضه هي كانتانتي هنا في الشمال في المذكر، هي هي في المؤنث، لكن ايه اللي اتغير؟ اون بقت اونا، اون بقت اونا، اون كانتانتي بقت اونا كانتانتي، تمام. طب اون بيريوديستا، اون بيريوديستا صحفي، بقت اونا بيريوديستا صحفي، اونا بيريوديستا، كن مذكر اون مؤنث. يبقى القاعدة تاني، الكلمة المنتهية بأنت زي كانتانت لا تتغير عند التأنيث، هتحطها في المؤنث هي هي، تغير الأداة بس، اون بقت اونا. طب بريوديستا، الكلمة اللي في آخرها استا، طالما في آخرها استا مش هتتغير، غير الأداة بس، اون تبقى اونا، اون بريوديستا، اونا بريوديستا، تمام. خلاص كده، يبقى دي قاعدة. آخر حاجة قلناها كلمة في آخرها أنت أو إيستا، سيبها زي ما هي، غير الأداة بس، الأداة اللي بتتحط قدام هي اللي بتتغير بس، تمام. يقول لي بقى في بعض الحالات إن الجونوس كاسوس لا ديفيرنتيا انتر الماسكولين والفيمينينو سي ماركا كونونا ترميناسيون ديفيرنت، الكلمة كلها بتتغير. في بعض الحالات في استثناءات، في شواذ، في كلمات متغيرة ملهاش قاعدة، مش هتنفع تغير مقطع بس ولا كلمة ولا حرف، بتغير الكلمة كلها. طب ايه الأمثلة بتاعتنا؟ اون اكتور، ممثل، شوف الناحية التانية، اونا اكتريف، الكلمة اتغيرت خالص، اون اكتريف ممثل، اون بويتا، قلنا اون بويتا تنفع مذكر ومؤنث، بس اونا بويتيسا دي مؤنث بس، بويتيس يعني كلمة بويتا، ممكن أقول أم بويتا شاعر، اونا بويتا شاعر، لكن بويتيسا اللي قصادها دي شاعرة فقط، اونا بويتيسا فقط، يعني معنى كده المؤنث بويتيسا بويتا تنفع. اونا الكالدي اللي هو القاضي أو العمدة زي ما قلنا، اونا الكالديسا، اونا الكالديسا، يبقى دي حاجات مضطر أحفظها، لازم أحفظها. Un actor, una actriz. Un poeta, una poetisa. Un alcalde, una alcaldesa. Ejercicios, بقى تدريبات عشان نشوف الكلام ده بيجي في الامتحان ازاي. حافظ ابراهيم is un not famoso. Poetisa, poema, poeta, poesía. طيب بص الجملة. أولا حافظ إبراهيم، صراحة كده كلمة حافظ إبراهيم اسم مذكر، اسم راجل أهو، قول حافظ إبراهيم، حتى لو بعض الشباب ما يعرفوش، هو شاعر مشهور. طيب هو اسم مذكر حافظ إبراهيم، اس أون، أون دي اللي هي قبل النقط دي أداة نكرة مذكر، يبقى أنا محتاج بعديها مذكر. كلمة فاموس اللي في الآخر صفة مذكر، الجملة كلها بتقول لي أنا عايزة في النقط دي مذكر. يبقى مين في الأربعة دول مذكر؟ بويتيسا، بويما، بويتا، بويسيا، كلهم في آخرهم آه، كلهم شكلهم مؤنث، لكن خلي بالك بويتيسا دي شاعر، في كلمة هنا في النص تنفع مذكر ومؤنث. بويما دي قصيدة، دي مذكر في آخرها يا إما آه مذكر. بويتا بويسيا، الأخيرة بويسيا ده الشعر، يبقى هي بويتا، بويتا اللي هي رقم سي، بويتا. حافظ ابراهيم is un poeta famoso. Un poeta famoso. يبقى هي ايه؟ poeta، الاجابه رقم سي poeta. سميره موسى is una، برضه سميره موسى باين الاسم مؤنث، سميره موسى is una اخيبثيا. انا عايز una، يبقى عايز حاجه مؤنث، عايز مهنه مؤنث. واخيبثيا بتدل برضه اللي انا عايز كلمه مؤنث. طبعا هتستبعد بي على طول، ثينتيفيكو ده عالم، وثينتيفيكا سي دي جمع، ما تنفعش، يبقى الاولى للاخيره. مين منهم مهنه؟ المهنه اللي صدقناها من شويه، ينثيا ولا ثينتيفيكا؟
طبعا اللي مذاكر وعارف خلاص هيجاوب بصراحة. ثينثيا ده اللي هو العلم نفسه، أو الواحدة دي ثينثيا العلم، يبقى ثينتيفيكا تسكونها ثينتيفيكا، ثينتيفيكا إخيبسيا. تمام. روساريو فلوريس اسكونا، طبعا هو اسم اجنبي ولكن هو حط لي اونا خلاص، وقال لي دي مؤنث. روساريو فلوريس دي مؤنث، دي واحده مطربه او ممثله اسبانيوله اسبانيه. طب فين هنا المؤنث؟ اكتريس ولا اكتور ولا اكتريس ولا اكتريسس؟ طبعا بالاستبعاد كده هتوصل لها لو حتى انت مش عارف. اكتور ده مذكر، اكتورس جمع مذكر، اكتريسس جمع مؤنث. الفضل اكتريث. طبيعي انت بتحل على طول اكتريث طالما مذاكر وعارفها، لكن احنا بنستبعد بقى عشان نوصل لها. يبقى هي اكتريث، سون اكتريث اسبانيو. جزء جراماتيكا تاني اللي هو بيتكلم على الايه، النومير دو سوستانتيبوس جمع الاسماء. ازاي يا جماعه؟ هي القاعده اللي احنا عارفينها من زمان. الجونوس نومبرس كترمينا ان اس، يقول لك بعض الكلمات المنتهيه باس ليها شكل تنفع مفرد تنفع جمع، يعني هي في اخرها اس مش هتتغير، هتمشي مفرد وهتمشي وتمشي جمع. بس احنا متعودين على ايه؟ يقول لك الكلمه طالما في اخرها اس هي جمع. تمام ماشي، هي في اخرها اس جمع، بس يقول لك ده في كلمات في اخرها اس ومفرد. تمام، مفرد وجمع. طب اعمل ايه؟ مضطر ساعتها اتعرف على الكلمات دي عشان اقدر اشوف انا هتعامل مع مين فيهم وهتعامل ازاي. هي كلمات كلها في اخرها ايه؟ هما مجموعه من الكلمات، 10 كلمات معاك، خم بلس. بص بقى معايا، اول 5 كلمات قصادك دول اللي هما 5 ايام من ايام الاسبوع، اللونس الاثنين يوم الاثنين، المارتس يوم الثلاثاء، الميركلس يوم الاربعاء، الخوابس يوم الخميس، البيرنس يوم الجمعة. أول ملحوظة بالنسبة لنا الأيام كلها آخرها إس، هما الخمس كانوا آخرهم اللي يشوفهم يقول دول جمع، لا بس هما إيه؟ هما مفرد. طيب هو بيقول لي ال5 كلمات دول مفرد، ماشي. طب هيتجمعوا إزاي؟ قال لك مش هتجمعهم، مش هتغير الكلمة، هتجمع الأداة بس. يبقى القاعدة كده بتقول الكلمة المنتهية بأس ومفيش أثنتو على المقطع الأخير، يعني في شرطين، كلمة في آخرها إس زي لونس في آخرها إس، مارتس في آخرها إس، ميركلوس في آخرها إس، خوابس في آخرها إس، بيرنس في آخرها إس. تمام، أدي أول شرط موجود. في شرط كمان بيقول لك في آخرها إس ومفيش أثنتو على المقطع الأخير، اللي هم اخر حرفين الاي اس دي مفيش اسنتو، مفيش اسنتو، مفيش اسنتو على المقطع الاخير. ميركوليس هي في اسنتو اه، بس المقطع قبل الاخير، انا عايز المقطع الاخير، مفيش اسنتو على المقطع الاخير. تمام، يبقى الشرطين موجودين، الكلمه في اخرها اس ومفيش اسنتو على المقطع الاخير، يبقى ساعتها اجمع الاداه بس مش اجمع الكلمه، سيب الكلمه زي ما هي. يعني مثلا اللونس هي اللونس يوم الاثنين، عشان اجمعها اقول ايه؟ لوس لونس ايام الاثنين. طب ولونس زي ما هي. طب المارتس الثلاثاء، طب لوس مارتس ايام الثلاثاء. الميركلس الاربعاء ولوس ميركلس ايام الاربعاء. الخوابس الخميس لوس خوابس ايام الخميس. البيرنس الجمعه ولوس بيرنس ايام الجمعه. طيب هما الخمسه دول بس؟ لا، في 3 كمان مذكره. الكومبلانيوس عيد الميلاد، لوس كومبلانيوس اعياد الميلاد برضه في اخرها اس. الباراجواس ولوس باراجواس، الباراجواس اللي هي الشمسيه، الباراجواس لوس باراجواس. الميكرونداس المايكرويف ولوس ميكرونداس. يبقى هنا ال3 كلمات دول برضه هنضيفهم على الخمسه اللي عدوا، هيبقوا 8 كلمات مذكر. مالهم؟ الكلمات دي في اخرها اس بس ايه، ما بتتجمعش الكلمه، تجمع الاداه بس، هتجمع ال تخليها لص بس، لكن الكلمه هتسيبها زي ما هي. طيب في كلمات تاني؟ اه ده في كمان 2 بس، 2 هنا مؤنث. لا كريسس الازمه، ممكن تبقى لاس كريسس الازمات،
لا تيسس اللي هي الرسالة العلمية، ممكن تبقى لاس تيسس الرسائل العلمية، يبقى كريسيس تفضل زي ما هي بس غير لا ولص، تيسس هتفضل تفضل زي ما هي بس غير لا ولص برضه عشان تقول ايه رسالة او رسائل. تمام، يبقى لغاية دلوقتي الكلمة المنتهية بإس هم 10 كلمات اللي شفناهم، ولا تحمل أسنت على المقطع الأخير، لا تجمع الكلمة وتجمع الأداة فقط، اللي تبقى لص لا تبقى لص. طب هما في نكر، ما لو أونها تبقى أونس ولو أونها تبقى أونس. تمام، طيب إيه تاني؟ solo sin la regla general cuando la última vocal tiene acento escrito، لكن لو المقطع الأخير فيه أسنته مكتوب ساعتها بقى نلتزم بالقاعدة اللي احنا نجمع الكلمة. احنا اللي فاتت دي ما التزمناش بالقاعدة، القاعدة ما جمعناش الكلمة. هنا بيقول لك ايه هي القاعدة، لا رجلة خنرال، القاعدة العامة بتقول الأسماء المنتهية بإس بتتجمع بإضافة إيه إس في الآخر، حط لها إيه إس عادي. الاستثناء ال10 كلمات اللي عدوا يعني آخرهم إس وما فيش أسنت. طب افرض في أسنته، لا اجمع عادي بقى، لو في أسنت اجمع عادي. هذه الأمثلة اهي، قيس الكلمة في آخرها إس بس تحمل أسنت، في أسنت على المقطع الأخير على الإي أهو، قيس عامل فيها يجمعها، قيسس القيس بقت لوس قيسس، إنجلس تبقى إنجلسس في أسنت وفي إس، أوتوبوس تبقى أوتوبوسس لوس أوتوبوسس. تمام، يبقى القاعدة بتقول كده تاني، الكلمة المنتهية بإس ولا تحمل أسنت على المقطع الأخير، لا تجمع الكلمة وتجمع الأداء. أما الكلمة المنتهية بإس وتحمل أسنت على المقطع الأخير، تجمع الكلمة وتجمع الأداء. زي بايس كده بايسس، إنجليس إنجليسس، وأوتوبوس أوتوبوس. هما كانوا 10 كلمات عدوا معانا اللي هما الاستثناء. طب نشوف تدريب على الكلام. خفيف يا لونس is the exam in the Spanish. المفروض اللونس اللي هو يوم الاثنين. طيب مبدئيا اللونس ده من الكلمات المذكر، من ال8 كلمات المذكر، هما كانوا 8 مذكر. تمام، يعني الاولى مستبعده والثانيه مستبعده، لص لا الله لا، لان دول مؤنث. خلاص مبدئيا من بالنظر كده لونس مذكر اصلا، يبقى لص ولا لا. طيب ال لو حطيت ال بقى يوم الاثنين، لو حطيت لص بقت ايام الاثنين. كلمه لونس مش فارقه، مش هتقول لك لا، تحط لها ايه اللي هتقول لك ماشي، تحط لها لص هتقول لك ماشي. مين اللي هيقول لك لا بقيه الجمله؟ كمل الجمله شوف فيها ايه. اللونس اس يكون امتحان الاسم، اللونس اس اللي بعد لونس اس ده فعل في المفرد، فكلمه لونس مفرد، يبقى عايزه ايه؟ اللونس يوم الاثنين. بيتكلم على كام يوم؟ هو يوم واحد، الاثنين اللي جاي امتحان الاسباني، هو يوم واحد يوم الاثنين مفرد. كومبلانيوس عيد الميلاد، ديمير مانو عيد ميلاد اخويا، ايديمي وعيد ميلادي، الله ده مش عيد ميلاد واحد، عيد ميلاد اخويا وعيد ميلادي كده بقى وجمع. صن خلي بالك من صن، صن ده فعل في الجمع، انا بتكلم على اعياد ميلاد مش عيد ميلاد واحد. تمام، طبعا كلمة كومبلانيوس من الكلمات المذكر، على طول هتستبعد مين؟ لص ولا الأولى والثالثة دول، يبقى لا الثانية ال لا الرابعة لص، لا ال لا لص. ال ولا لص احنا قلنا من شوية في صن في الجملة اهو، عيد ميلاد أخويا وعيد ميلادي صن، شايف صن؟ هي صن ده فعل في الجامعة، خلاص يبقى أنا محتاج الجامعة لص كومبلانوس أعياد ميلاد، أعياد ميلادي وأعياد ميلاد أخويا وعيد ميلادي مالهم؟ المسك بين الشهر اللي جاي، يبقى لص الإجابة لص. مي بادري تيرمينو، أبي أنهى نقط تيسس دكتورال، رسالة الدكتوراه الآن يبصر. والله ما احنا خدنا من شوية قلنا تيسس دي من كلمات المؤنث، عرفنا منين؟ ما احنا قلنا من شوية عندنا 10 كلمات، 8 مذكر و2 مؤنث، المؤنث كانوا تيسس وكريسس. تمام، دي هي مؤنث، يبقى تمام، يبقى الثانية ما تنفعش والأخيرة ما تنفعش، لا إما لا لا إما لص، لا إما لا لا إما لص.
طب اخد لا ولا لص على حسب، هي رساله واحده ولا كذا رساله. بص في الجمله تلاقي تيسس دكتور على الرساله واحده، يبقى ايه؟ لا، لا تيسس دكتورال، مش حاجة تبين اللي فيه جامع في الجملة، لا تيسس دكتورال، تمام؟ جراماتيكال، هنروح برضو للجزء الجراماتيكال اللي ناقص معانا، البريزنت كومبالور دي فوتور، لك استخدام المضارع بدلا من المستقبل، امتى استخدم المضارع ويديني معنى المستقبل؟ يبقى كده مستقبل قريب. عبارة عن ظرف الفتور، واحنا لما نيجي نتكلم عن المستقبل هنتكلم عن المستقبل وعايزين نعبر عن معلومة، بس المعلومة دي مؤكدة، تمام؟ خلي بالك مؤكدة وموثوق منها تماما، مفيهاش تغيير، بنستخدم البريسنت المضارع. طب انا هعرف ازاي اللي هي معلومة مؤكدة عشان خاطر ايه ما نترجمش وخلاص؟ معلومة مؤكدة هي عبارة عن تواريخ أو أعياد ميلاد، مناسبات، تمام، جداول زي ما بنقول كده، بتاخدوها في اللغة الإنجليزية أنتوا، جدول، جدول مواعيد، زي جدول سفر، جدول قطارات، جدول طيارات، مواعيد أو مواعيد امتحانات، أي جدول مواعيد حتى لو جاي بعد شهر واتنين وتلاتة بستخدم المضارع بديل للمستقبل. ليه؟ لأن بقول عليه حدث مؤكد. اي اعياد ميلاد، اي تواريخ، اي مناسبات مؤكده بستخدم المضارع بديل المستقبل. يبقى اعياد ومناسبات وتواريخ، بص كده المثال، الديا دياثي اوتشو يوم 18 عيد ميلاد رامي، الديا دياثي اوتشو اس، اس الاس او اس في المضارع، اس مش هيكون، مش لسه هيكون، لا ده بيكون عيد ميلاد رامي. الميركوليس يوم الاربعاء اللي هو اللي جاي، الاربعاء اللي جاي تينيموس عندنا امتحان. طب ما نقول المفروض اقول سوف، لا ده بيقول لك تينيموس عندنا، استخدم التينيموس البريسنت. ليه استخدم البريسنت؟ لانه جدول يعتبر ميعاد، يوم الاربعاء امتحان. يوم 12 سوزانا كومبلي، فعل كومبلير، هتتم 20 سنه. طب لسه هتتم، ما هو ده اللي بيقول عليه المستقبل القريب. انا استخدمت المضارع ليه بديل للمستقبل؟ عشان حدث مؤكد، عرفت منين؟ من التاريخ، التواريخ. يبقى تاني لما يكون فيه تعبير عن جداول، جدول مواعيد، او تعبير عن مناسبات، اعياد ومناسبات، تمام، الحاجات دي كلها بتستخدم المضارع بديل المستقبل زي ما هنشوف. Son las 4 de la tarde. 4 ظهرا. La película, el film, a las 6, الساعة 6. المفروض الفيلم هيبتدي الساعة 6. طيب empezó ولا empieza ولا empezado ولا va empezado؟ طبعا طالما في ميعاد، انا بتكلم هنا عن ميعاد وميعاد مؤكد، ده ميعاد الفيلم الساعة 6، يبقى ايه؟ هستخدم البريسنتي empieza، va empezar، va empezar هنا المستقبل، لان انا اتكلمت عن حدث ايه؟ عن خطة أو جدول. Son las 4 de la tarde. La película va a empezar a las 6. هنا الساعة 4، الفيلم هيبتدي الساعة 6. Va a empezar. طيب الجملة دي لو استخدمت empieza اللي هي رقم بي تعتبر صحيح. هنا بستخدم المضارع بديل المستقبل، قلنا مستقبل قريب. الفيلم بيبدأ الساعة 6. الساعة 4 الفيلم بيبدأ الساعة 6، أنا هستخدم، ممكن أنا أستخدم بيتها في الجملة دي. طبعًا في الامتحان مش هيديك المستقبل والمضارع مع بعض زي ما إحنا عاملين كده في التدريب ده، لأن ساعتها ده يجوز صح وده يجوز صح. والمجازًا صح، بس طبعًا عشان هو يبقى بابل شيت والإجابة متسجلة والإجابة معروفة، في نموذج إجابة على الكمبيوتر، فكده اللي هيعملها باع بيثار مش هيعملها امبيثا هيتحسب له غلط. فاحنا لو طبعا تصحيح يدوي الجمله هتبقى اقول لك دي مارينا، اه صح، ما اقول لك الساعه 4 الفيلم هيبتدي الساعه 6، ايه المشكله؟ باع امبيثار سوف يبدا، جمله سليمه 100%. ولو شلت باع امبيثار وقلت سول لاس كواترو دي لاتار لا بيليكولا امبيثا، الفيلم هيبتدي الساعه برضه امبيثا اللي هي رقم بي دي امبيثا على السيس، هتبقى صح برضه. ليه؟ لان هو اداني ميعاد الفيلم، بيتكلم عن ميعاد الفيلم، فيستخدم امبيثا مكان باع امبيثار. يبقى الجملة دي فيها إجابتين صح، باع اندثار اللي قصادنا دي
MBA فبرضه ليها رقم دي صح، الاثنين صح، بس طبعا في الامتحان مش بيديك المضارع والمستقبل مع بعض، يديك بقى واحد منهم، اما نغير التصريف يعني بدل ما اقول لك باي اقول لك باص مثلا عشان ما تاخدهاش. تمام. طيب كوان نقط المارتس يا كومبرادو البيتي، فبيديك كلمة يعود بولبير، فعل بولبير يعود. طيب هو هيرجع يوم الثلاث، يا كومبرادو البيتي، هو اشترى التذكرة يعني هو حاجز، يعني انت بتتكلم عن جدول مواعيد سفر هنا. تمام. يبقى اخوان المارتس يا كومبرادو ده اشترى التذكرة خلاص، يبقى بولبي اهي، بولبي بولبي المارتس يعود يوم الثلاثاء. ليه استخدمت البويل بمضارع؟ ما هو لسه هيرجع، ده مستقبل. انا بستخدم المضارع بديل للمستقبل طالما حدث مؤكد، بتكلم على ميعاد سفر. طب يعني هنا بقى ابو البر مش هتبقى صح برضه، هنقول الجمله هتبقى صحيحه لو قلت بقى ابو البر هتبقى صحيحه، الجمله برضه مش هيعيبها حاجه، لان بقى ابو البر المارتس كلام صريح، لكن لما اقول لك هو ده ولا ده يبقى خلاص هي بويل، لان هو بويل بتعبر عن المستقبل القريب، مضارع بديل للمستقبل. لاس كلاسس الخوابس يوم الخميس، الحصص هتخلص يوم الخميس، المفروض اللي هو الخميس ده لسه جاي، لسه هتخلص يوم الخميس. تمام. طب استخدم مضارع ولا مستقبل؟ طالما بتتكلم على جدول مواعيد يبقى انت هتستخدم ايه؟ المضارع بديل المستقبل. لاس كلاسس اكابان الخوابس، لاس كلاسس اكابر الخميس. ليه خدت اكابر مضارع مع ان الخميس ده لسه جاي؟ الخميس اللي جاي لان احنا بنستخدم المضارع بديل للمستقبل، لان انا بتكلم عن جدول مواعيد اكابر الخميس. طب لو قلت بان اكابر سليمه برضو، جمله سليمه، بس لو خيرني ما بين اكابر وبان اكابر هاخد ايه؟ اكابر اللي هي جت في الاجابات. تمام. يبقى احنا استعرضنا هنا الجراماتيكا بتاع الدرس 17، المذكر الماسكولينو والفاميلين المؤنث والمفرد والجمع، استخدام المضارع بديل المستقبل، وشفنا المهن بعض المهن ازاي اسأل عن مهنة وازاي ارد على المهنة. بقى نكون استفدنا من المحتوى التعليمي بتاعنا النهاردة، مع تحيات إدارة التعليم الإلكتروني وإعداد الحلقة، كان من إعداد سينيور عبد المنعم ومراجعتها من سينيور زكريا، وكان معكم سينيور عناني. السلام عليكم ورحمة الله.